السلام عليكم شلونكم ان شاء الله زينين وياكم علي هادي علي وفيديو جديد على ستارلينك اخير فيديو كان قبل سنه اللي جربنا به من خلاله ستارلينك وشفنا انه يشتغل بالعراق او لا وبوقت الفيديو ما اشتغل هذا الفيديو اللي حاب يشوفه اللي بتابعني اول مره شنو هو ستارلينك شنو التفاصيل مالته موجود اسفل وصف الفيديو كل الفيديوهات اللي شرحت بيها ستارلينك سابقا شنو ستارلينك اليه العمل مالته شلون يشتغل واشتريت واحد ووصل سوينا فتح صندوق شرحنا طريقة الربط وجربنا كل هذا المحتوى يا ريت تشوفه وتعال كمل هذا الفيديو إذا ما كنت شايفه هسه راح ندخل بالموضوع ونشوف شنو الجديد والتحديثات اللي صارت بستارلينك يا هلا ومرحبا بعد سنة من أخير تجربة إلي لستارلينك وصلتني هواي رسائل من المتابعين رسائل وتعليقات ودائما شنو أخبار ستارلينك قالوا اشتغل بالعراق قسم يقولون لا تحديثات جديدة صارت فبهذا الفيديو راح نعطيكم ملخص للتفاصيل وإذا حاب تكمل الفيديو للنهاية على عين وراسي مستعجل التجربة الثانية لستارلينك الجهاز ما اشتغل أيضا فإذا تريد تعرف شنو التحديثات كمل الفيديو وياي صارت اكو تحديثات جديده بستارلينك، اولها انه صار تقدر تنقل ملكيه الجهاز لاي حساب اخر، يعني فمثلا انا اشتريت جهاز نسخه امريكا راح تقدر تنقله الى اي دوله ثانيه اذا كان متفعل ستارلينك. الخدمه مالته صارت تدعم هواي دول بس بالنسبه للعراق والدول المجاوره فالخدمه غير موجوده نهائيا لتاريخ نشر هذا الفيديو، هذه اول نقطه. النقطه الثانيه اكو عندي خمس اشتراكات موجوده. اشتراك الصحن يكون ثابت بمكان واحد وبدوله واحده واكو امكانيه التنقل خلال نفس الدوله واكو امكانيه التنقل بنفس القاره واكو امكانيه التنقل باي مكان بالعالم ممكن انه تستخدمه بس كل هذا في الدول اللي مدعومه يعني الدول غير مدعومه اكيد الانترنت هنا ما راح يشتغل عندي وبعد مرور سنه كامله بالبدايه من كان في امريكا وبكم دوله هسه لا اكو صار يدعم دول موجوده باوروبا ودول اكثر تقدرون تتاكدون من الرابط اللي موجود اسفل وصف الفيديو يوضح لك الخريطه من تشيك او تفوت على هذه الخريطه راح تشوف انه العراق هو ضمن الدول اللي توصلها الخدمه يعني قريبا او خلال الفتره الجايه خلال الفتره الجايه شهر سنه هذا الشيء غير معلوم بس يعتمد على نقطه معينه وضحتها ستارلينك سابقا انه التغطيه مالته ما تصير في دوله معينه الا موافقه هذه الدوله، وانا هذا النقطه ذكرتها في الفيديوهات السابقه وبكل مكان، يعني التغطيه مال ستارلينك هو ما يجي ويبث بكيفه وبراحته ويتجاوز الدول، لا هذا الشيء مو صحيح ابدا. حسب ما قالوا هم انه يحصلون موافقه من الدول يلا يقدرون يغطون الدوله المعينه. فهذه الاخبار او التحديثات الجديده اللي حبيت اشاركها وياكم بخصوص ستارلينك انه اني جربته مره ثانيه وما اشتغل ايضا لانه اصلا تغطيه ماكو فاي تحديثات جديده تصير اكيد راح اشاركها وياكم تاخرت بهذا الفيديو حتى احصل على معلومات دقيقه مثل ما تعودتوا دائما انه المعلومات لازم تكون دقيقه وشكل علمي وصحيح فملخص الفيديو انه جربت ستارلينك مره ثانيه وما اشتغل بس خسرت 220 دولار اللي نقلت ملكية الحساب الشغلة مسويها انه من تنقل ملكية الحساب من دولة خلينا نقول الى دولة ثانية لازم تدفع الدين اللي عليك فكان اكو دين 220 دولار دفعناه وما اشتغل مع هذا كل التفاصيل اللي تحتاجوها راح تشوفوها موجودة بالقناة واكيد المعلومة الدقيقة والاكيدة راح تشوفوها هنا بس شغلناه وما اشتغل وراح يرجع ميز بالمكتب لا اكثر ولا اقل ان شاء الله نشوفه يشتغل بالفتره الجايه ووصلت الى نهايه هذا الفيديو السريع اللي حبيت اشارككم بالتحديثات لانه هواي تواصلتوا وياي سواء بالتعليقات والرسائل رتوني انه اجرب الجهاز ونشوف او نجرب الخيارات اللي موجوده فمثل ما شفتوا اللي الخيارات اللي انعرضت على الشاشه هي كل التحديثات اللي صارت طولت عليكم واقول لكم مع السلامه